خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن بلاده تريد عراقا خاليا من الفساد، مشيرا إلى أن الميليشيات هددت استقراره. وأضاف بومبيو أن الحوار الاستراتيجي لا يركز فقط على عدد القوات الأمريكية في العراق، مشيرا إلى أن الرئيس ترامب سيعلن قريبا عن الخطوات المقبلة بشأن إيران. من جانبه قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن لدى بلاده تحالفا قويا مع الولايات المتحدة، مؤكدا على أن القرار العراقي يجب أن يكون بيد العراقيين، وأن بغداد تريد علاقات طبيعية مع دول الجوار من دون تدخل في شؤونها. هذا وكان وزير أو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي غادر إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم في زيارة ستشهد اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم غد الخميس، بالإضافة إلى سلسلة لقاءات مع عدد من كبريات الشركات والمؤسسات الاقتصادية فيما يتعلق بأعمار العراق. مسؤولون في الوفد العراقي المرافق للقاظمي أفادوا بأن هذه الزيارة ستشمل أيضا توقيع عقود مع كبرى الشركات على مستوى النفط والغاز والكهرباء بحضور الوزراء المختصين من كلا الطرفين. ومع تصاعد حدة الخلافات بين الميليشيات الموالية لإيران والقاظمي، سيبحث الأخير مع ترامب رفض التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي وإنشاء علاقات متوازنة. وبعد وصول الكاظمي إلى واشنطن، أطلقت الميليشيات العراقية الموالية لإيران صاروخا استهدف محيط مطار بغداد، حيث يتمركز هناك جنود أمريكيون من دون أن يتسبب الهجوم بسقوط قتلى أو وقوع أضرار بحسب الجيش العراقي. يعد هذا الهجوم الرابع عشر من نوعه خلال 15 يوما، حيث تواصل الميليشيات العراقية المدعومة من طهران استهداف القوات الأمريكية في العراق أو المواقع التي تستخدمها تلك القوات. يذكر هنا أن الفترة بين شهري أكتوبر ويوليو الماضيين شهدت استهداف المصالح الأمريكية في العراق بنحو 39 هجوما صاروخيا.